مبروك لفريق السلة رجال في النادي الأهلي الفوز والصعود للدور نصف النهائي في دوري المرتبط، البطولة اللي حامل لقبها النادي الأهلي اللي اكتسح كل البطولات. هيواجه في نصف النهائي نادي الزمالك يوم 16 ويوم 18/11. كل التوفيق للنادي الأهلي، ودائما وأبدا يبقى النادي الأهلي منتصرا، يبقى النادي الأهلي فوق الجميع. نشوفكم وحلقة جديدة يوم السبت إن شاء الله، والأهلي خط أحمر. سلام.